السي دي بي اولمبيك خريبكا استغل موقف هزيمه الوداد واعتلى الرتبه الثانيه متبوعا بفريق الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي. محمودي ربما فريق اولمبيك خريبكا الى جانب فريق الرجاء البيضاوي وفرق اخرى تعرفوا في ملخصات المباراه ديالها كان الرابح الاكبر فهد الجوله جوله 12. فكنعتقد على ان فريق اولمبيك خريبكا في هذه المباراه كانت المباراه على الاقل تنتهي ب 3-2 ولا 3-1 لفريق اولمبيك خريبكا او حتى كذلك فريق نادي القنطري اللي ضيع مجموعه من الفرص اصبح يمر من فتره فراغ لان ما فاز تقريبا 4 مباريات. فريق اولمبيك خريبكا يحسب شيء مهم بالنسبه لمدربه عجلاني اللي كانت لديه شخصيه قويه عند منادات بعد ضياع سي دي بي لضرب الجزاء الجمهور كله اصبح ينادي باخراج اللاعب سي دي بي ولكن قوه شخصيه المدرب و اعطاء الثقه وسجل هدف الفوز اللي رد الجميل للمدرب الذي اعطاه هذه الثقه وسجل هدف. وكنعتقد على ان المباراه لا تنتهي عند ضياع ضربه جزاء ولكن كيفما كان الحال فالجمهور خصو يساند اللاعب في لحظه من اللحظات ولو ان اللاعب لا يقدم مستويات كبيره لان هناك علامه استفهام كبيره في اللاعبين الاجانب للاولمبيك خريبكا ومن يتعاقد مع اللاعبين لان اللاعب الان يلا مسجل 4 اهداف ولو ان مستواه بكل صراحه مستواه لا باس به بامكانه انه يتطور ويقوم يطور يحاول يطور نفسه لأن